شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومستنكرة للتخاذل العربي والإسلامي، هو ما صدحت به حناجر الأطفال برج بوريريج في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار أطفال الجزائر يساندون أطفال غزة. دمنا ودم غزة واحد، أتينا إلى هنا لنعبر على غزة وما يحدث فيها. لقد أتينا إلى هذا المكان لنعبر عن رأينا على ما يحدث في على أهلنا في غزة، وهذا مما وصانا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. المسيرة السلمية التي شارك فيها أطفال صغار لا يتعدى سنهم 15 سنة بعد أن تم إعلام أولياءهم مسبقا، تم التحضير لها منذ أيام بالتنسيق مع مختلف الجمعيات. نطلب من الله أن يساعد أخواننا في غزة وأن يرحمهم وأن نرحم الشهداء في غزة. رفع الأطفال الأعلام الوطنية والفلسطينية مرددين جملة من الشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية، مطالبين بضرورة تحرك القادة المسلمين والعرب لنصرة إخوانهم في قطاع غزة. نحن نحيي أطفالنا في فلسطين الذين تسير دماءهم هدرا، اصبروا فالصبر مفتاح قريب. تضامن كبير بين الشعبين هو ما عبرت عنه هاته البراءة بإحراقها للعلم الإسرائيلي وتعليق الرايتين الجزائرية والفلسطينية، لتغني هاته البراءة لأطفال فلسطين. فلسطين حمل المدفع والقرآن، ولكن واللي استشهد استشهد وتصابوا كل السكان.